لا تدري إسرائيل من أين تأتيها خسائر حرب غزة، فتسعة بالمئة من قوتها العاملة غادرت المكاتب وانخرطت بالجيش، 350,000 عامل ارتدوا زي الجيش واتجهوا غربا، ومؤشر البورصة عند قاع قرابة 2. أما الشيكل فتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار منذ عام 2012. أحدث التقارير المتشائمة وأكثرها سوداوية قادم من جي بي مورغان. البنك توقع انكماش اقتصاد إسرائيل بالربع الرابع بنسبة 11% على أساس سنوي، رقم كسره فيروس كورونا آخر مرة في إسرائيل. البنك اعتبر أن الحرب الحالية أشد وطأة بكثير على اقتصاد إسرائيل من حرب لبنان عام 2006، إذ طالت البورصة والعملة والثقة بإسرائيل كقبلة عالمية لشركات التكنولوجيا. رغم كل ما سبق من تأثيرات سلبية، يقول جي بي مورغان إنه من المبكر قياس تأثير الحرب على اقتصاد إسرائيل.